يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يضحك من رجلين، وفي رواية: يعجب من رجلين. مما يعجب الله؟ مما يضحك الله جل جلاله؟ قال: رجل قام من فراشه ووطائه في ليلة باردة، في رواية أخرى: من زوجة حسناء وفراش حسن. تخيلوا هذا الموقف، أن هذا الإنسان الذي قام في ليلة شاتية باردة ليتوضأ بماء قد يكون باردا، ثم ماذا يريد هذا الإنسان؟ هذا السؤال يسأل ربنا جل وعلا الملائكة يوم أن ينظر إلى عبده في الأرض، ينظر إليه سبحانه وقد قام من فراشه، ترك لذته، ترك دفئه، ترك فراشه، ترك راحته، فقام فتوضأ ثم صلى، فيقول الله وهو العالم به: ماذا يريد هذا الرجل أن يصنع؟ فتقول الملائكة: يا رب، يرجو ما عندك من الجنة، يرجو ما عندك ويخاف مما عندك. فيقول الرحمن الرحيم: أشهدكم أني أعطيته ما يرجو وأمنته مما يحذر. لا إله إلا الله، صدق الله. ما